طيب كنا اتكلمنا على اتفاق مينا فارم للأدوية المصرية المتخصصة في تكنولوجيا نقل الحمض النووي، الشركة طبعا لاتفاقها مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصنيع سبوتنيك 5 في مصر. خلونا نعرف تفاصيل يعني المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 40 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي. دكتور وفيق البرديسي رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب شركة مينا فارم. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بيك. يعني العالم كله بيتكلم على سبوتنيك 5، ولكن هل تم إقراره من منظمة الصحة العالمية؟ هو دلوقتي اللي حصل إن ألمانيا بايرن اللي هو جنوب ألمانيا طلعت أول أوردر بحوالي 30 مليون جرعة، فدي هتبقى أول شحنة هتخش أوروبا، فلسه ده هو خلال الفترة اللي جاية دي بيتم إجراء باقي الدراسات اللي يخش باقي الدول الأوروبية. هي ليه أنا بسأل السؤال ده؟ لأنه لما بنتكلم عن السفر ابتدت الدول تقول من لقاح معتمد دوليا أو لقاح معتمد من منظمة الصحة، فيهمنا أن اللقاحات اللي تبقى موجودة أو اللي نستطيع أن احنا نصنعها تبقى معتمدة علشان نقدر يبقى لقاح زينا زي العالم. يعني ما هو زي ما بقول لحضرتك المعروف ان في الالمان بالذات صعبين جدا موضوع المراجعات والاعتماد بتاعه الادويه، وكونهم يبتدوا يطلبوا او يعملوا اوردر ل 30 مليون جرعه ده معناه ان المستحضر في طريقه او الفاكسين في طريقه الى التسهيل، ونتمنى ذلك ان شاء الله. هيئه الدواء المصريه اعتمدت اللقاح الروسي، هل انتم كشركه مينا فارم بتعملوا دراسات اضافيه ولا بتعتمدوا على اعتماد هيئه الدواء المصريه؟ لا طبعا، احنا في الاول الاتفاق فيه عباره عن مكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول هو الاتفاق الاطار العام، ثم عملية نقل التكنولوجي، ثم الاتفاق التجاري. فبالنسبة للنقل التكنولوجي بيتم فيه عملية طبعا الدراسات المطلوبة اللي هي بعد تغيير بعض الماكينات والإنتاج في منطقة مختلفة عن اللي كانت بينتج فيها، فبيتم بعد الاعتماد الأولاني لوزارة الصحة الاعتماد التجارب الأولية اللي احنا هنعملها بعد نقل التكنولوجي. ونضيف هنا ان في العقد ده في حاجه مهمه جدا، ان العقد هو من ثلاث اطراف، شركه مينا فارم نفسها وشركه المانيه تابعه لها في المانيا من الشركات الرائده في نقل التكنولوجي للشركات متعدده الجنسيات، فهي هتقوم ايضا بعمليه محاوله او دراسات لتحسين كفاءه عمليه انتاج الدواء نفسه، يعني تزود اليلد او بالتالي ممكن يقل سعره. يعني ايه نقل التكنولوجي؟ يعني احنا يعني هل سنصنع الفاكسين هنا ولا هنعبيه في ازايز فقط؟ لا بص حضرتك، ده بقى السؤال ده بروبلي، معلش هو سؤال بسيط كده يعني. اهم سؤال اتسال، لان في حاله عدم تمييز بين يعني ايه الهندسه الوراثيه بمراحلها المختلفه واخر مرحله فيها وهي عمليه الفيلم فينش. عمليه الفيلم فينش دي اي شركه بتقوم بالسترايل برودكشن او عندها منطقه عقيمه تقدر تعمل امبولات تقدر تعمل فيلم فينش، انما الشركه التي تقوم بعمليه الهندسه الوراثيه لها رخصه خاصه لانتاج المستحضرات المحضره بواسطه الهندسه الوراثيه. والتمييز هنا مهم جدا، يعني سهل قوي الواحد يقول انا هنتج انا تعاقدت، انما نقل التكنولوجي هنا زي ما حضرتك سالتي هو اللي بيجيب على السؤال ده. لا ده هيبتدي فروم ذا سيل، يعني من الخليه اللي بتنتج الى الفاكسين، وده الفرق بينه وبين اي عقد تاني بيتكلموا عليه. امتى هيكون عندنا لقاح؟ يعني امتى سيتوفر هذا اللقاح؟ وهل في اتفاق مع وزاره الصحه المصريه على انها تستخدمه ولا ده للتصدير فقط ولا ايه؟ هو الاتفاق مع هيئه الدواء وصندوق الروسي للاستثمار،
ان احنا هتبدا عمليه النقل التكنولوجي او الدراسات او الابحاث الخاصه بالعمليه الفنيه للانتاج بين روسيا والشركه التابعه لشركه ميرا فارم في برلين لمده 3 اشهر، وبعد كده 3 اشهر تانيين في مصر، وبالتالي بنكون على اواخر السنه دي او اواخر على نوفمبر تقريبا نقدر نبتدي اجراءات الانتاج الاوليه اللي هتبتدي بقى وزاره الصحه، اسف هيئه الدواء، انها تعمل تتاكد ان هي مطابقه 100%. يعني احنا بنتكلم ان ممكن يكون عندنا على ديسمبر مثلا سبوتنيك 5 موجود من انتاج مينا فارم. بالظبط، لان هي دي ده الفرق، ان هي ما نقدرش دايما هنا في الهندسه الوراثيه الواحد دايما بيعمل اكسبكتيشنز او توقعات، لانك انت هنا بتتعاملي مع كائنات حيه، ما هيش سمول مولكيولز او جزيئات صغيره كالانتاج الاقراص والحاجات دي، فطبعا بيبقى في توقعات، والتوقع بيبقى بنسبه عاليه جدا لان عندنا خبره وبقى لنا 20 سنه في هذا المجال، ومعانا الالمان الخبراء اللي في مصر واللي في المانيا معانا مع الروس. ده هيتباع، يعني هيتباع بتكلفه في السوق المحلي يعني كبرايفت سيكتور، ولا هتبيعوه لهيئه الدواء وهيئه الدواء هتديه للناس يعني؟ لا، هو طبعا العقد زي ما بقول لحضرتك، العقد 3 اجزاء، في اطارين منهم تم امضائهم اللي هو الاطار العام للعقد والجزء الفني بتاع العقد، الجزء الاخراني اللي هو الكوميرشال او التجاري والجغرافي، طبعا بالاولويه هتبقى لمصر، واي حاجه زياده هتتم بعد كده هتبقى للتصدير. قيمه يعني العقد قد ايه يا دكتور؟ قيمه العقد قد ايه؟ فلوس؟ هي هو المرحله لحد مرحله نقل التكنولوجي كل شركه بتتحمل كل تكاليفها، يعني الروس بيتحملوا كل التكاليف بتاعتهم واحنا بنتحمل كل التكاليف بتاعتنا. اللي هو 40 مليون جرعه ده يعني كل تكلفته كام يعني؟ لا، ما هو يعني ما تسالش، هي بعد لما بنمضي على العقد التجاري بيبقى هنا في بدء بقى دراسه السعر وكيف هيتم زياده الكفاءه الانتاجيه من التاثير على السعر، وده ما بيتمش غير في اواخر المرحله بتاعت النقل التكنولوجي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس إدارة الإدارة والعضو المنتدب لشركة مينا فار.